عقد وزير الخارجيه سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني للتباحث حول مستجدات الاوضاع الاقليميه. ياتي ذلك استمرارا للقاءات شكري المنعقده على هامش قمه عدم الانحياز في كامبالا واكد شكري اعتزاز مصر بعمق و تشعب مسار العلاقات الثنائيه بين مصر والبحرين الشقيقين معربا عن الحرص على مواصله العمل والتنسيق الثنائي بما في ذلك تحت مظله العمل العربي المشترك ومن جانبه اكد وزير الخارجيه البحريني تقدير بلاده الراسخ لاطر العلاقات الاخويه التي تجمع بين مصر والبحرين والاهميه التي تليها بلاده لتنميه وتعزيز مختلف اوجه التعاون الثنائي بين البلدين. كما تركزت المناقشات بين الوزيرين بشكل مستفيض على الاوضاع الانسانيه المتدهوره في قطاع غزه ومسارات التحرك السياسيه والدبلوماسيه الهادفه لتحقيق وقف شامل لاطلاق النار حيث اكد الوزيران على مواصله تكثيف التحركات على الصعيدين الاقليمي والدولي تجاه حتميه تحقيق وقف اطلاق النار